بسم الله الرحمن الرحيم. حرصاً على كل أسبوع أن احنا نعمل فكرة جميلة، إحياء ليلة الجمعة، نصحي بيها قلوبنا ونجدد بيها نوايانا ونشعر فيها أن احنا بنبتدي كل جمعة مع الله سبحانه وتعالى. إحياء ليلة الجمعة يكون بأربعة أشياء: قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هو وصانا، اكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، وليلة الجمعة هي جزء من يوم الجمعة، ابتدى البداية بتكون كده، وقيام الليل صلاة ركعتين والدعاء، والخمسة الذكر، خمس حاجات في إحياء ليلة الجمعة: ذكر الله، قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، قيام الليل. حاجة جميلة جدا إن احنا ننوي مع بعض ونتعهد مع بعض، احنا ناويين كل جمعة نحيي ليلة الجمعة، سنة حلوة، وانا بشجعها بينا وبين بعضينا. يلا يا جماعة، يلا يلا، الحياة المادية فيها كتير بياخدنا، واذا كان هدف الواحد حطه في الحياة ان احنا نعيش باحسان، نعبد الله كأننا نراه، نحسن في حياتنا كلها، فلتكن البداية بإحياء ليلة الجمعة، نحسنها ونعملها بأحلى ما عندنا. خمس حاجات في إحياء ليلة الجمعة اوعوا تنسوها: كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف، الدعاء، قيام الليل، كثرة ذكر الله. النهاردة دلوقتي نقدر نعمل إيه في الدقائق القليلة الباقية؟ نقدر نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدر ندعي، فنبقى عملنا اثنين وانتوا تكملوا الثلاثة التانيين. فتعالوا نبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. انت تقول مرة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فربنا يصلي عليك عشرة. يعني ايه ربنا يصلي عليك؟ ينزل عليك عشر رحمات. طبعا نقولها ده انا بحتاج رحمه واحده، عشر رحمات بالصلاه الواحده، طب ما نقول كتير. طب الحاجه الثانيه في الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد يصلي ويسلم علي الا قيد الله لي ملكا فيبلغني سلامه فارد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. دلوقتي في ملك بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان انا صليت عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغه السلام فيقول: وعليك السلام يا ايمان، وعليك السلام يا هدى، وعليك السلام يا احمد. الله، يلا يا جماعة نبدأ إحياء ليلة الجمعة، خمس دقائق فقط ما بين الدعاء وما بين الصلاة على النبي. تعالوا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل مرة بنصلي ونسلم عليه يرد عليك السلام، وكل مرة بنصلي ونسلم عليه بتنزل عشر رحمات. وانت بتصلي وتسلم عليه تخيل ان انت عايز تقلده في اخلاقه فتبقى حبيبه فتحشر معه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعالوا نختم بدعاء في ليلة الجمعة في ساعات إجابة، لعل الله يستجيب دعانا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا، من دلنا على الخير، من علمنا الخير، من دلنا عليك سيدنا محمد. اللهم اجعلنا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كل من معنا الآن، وكل من يصلي ويسلم عليه الآن، وكل من
من يدعو الآن وكل من يسمع هذا الدعاء، اكتبنا يا رب ممن يشفع لهم النبي يوم القيامة. يا رب شفع فينا رسول الله ببركة أننا نحيي ليلة الجمعة كما دلنا هو عليها. اللهم كل من يسمع هذا الدعاء فيصلي على النبي اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم يا رب إنا حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة. يا رب اكتب من يسمعون الآن جيران النبي في الجنة، اكتبنا رفقاء النبي في الجنة. فرح بنا رسول الله يوم القيامة بأننا نحيي سنته، فرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على أخلاق النبي، فإنه أخبرنا أن أقرب الناس إليه يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. حسن أخلاقنا واكتبنا رفقاء النبي. يا رب حسن أخلاقنا واكتبنا رفقاء النبي. يا رب حسن أخلاقنا واكتبنا رفقاء النبي. اللهم فرح بنا رسول الله يوم القيامة، احشرنا تحت لوائه، أوردنا حوضه، اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب إننا ندخر حبنا لرسول الله لعطش يوم القيامة، فنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أجب دعاء كل من يصلي معنا على رسول الله الآن. اللهم أجب دعاء كل من يصلي معنا على رسول الله الآن. اللهم لا ترد لنا دعوة الليل، أجب دعاءنا. اللهم افتح لنا أبواب الرزق الكبير. اللهم أجري علينا في يوم الجمعة غدا رزقا واسعا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم اكتب الأسبوع القادم ببركة إحياء ليلة الجمعة أسبوع رزق واسع وعطاء كبير من فضلك يا أرحم الراحمين. يا رب استجب، يا رب استجب، وحصنا من الوباء والبلاء. يا رب حصنا وولدنا وأهلينا ونجنا ونجح ولدنا في الامتحانات يا ذا الجلال والإكرام، وافتح علينا وارضى عننا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقروا سورة الكهف وبعتوا الفيديو ده لكل حد بنية مشاركة الناس في إحياء ليلة الجمعة، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.